أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم ونلتقيكم في حلقة جديدة من برنامجكم 10 سكايب حديث عراقي. مع تصاعد الحديث خلال الأيام الماضية، وكنا في الحلقة الماضية قد تحدثنا عن جزء منه، الحديث عن إمكانية مجابهة الميليشيات التي يسمونها بين قوسين المنفلتة، وكل الميليشيات منفلتة، لا أعرف كيف يعني يقسمون هذه الميليشيات بين ميليشيات منضبطة وميليشيات منفلتة. هي كلها عصابات وكلها منفلتة وكلها منفلتة وخارج القانون وفوق القانون وفوق كل الحقوق. هذه هي حقيقة الوضع في العراق. مع تصاعد هذه الفترة، هذا الحديث اللي ظهر على لسان اللي يعني سمعناه على لسان مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء الحالي والعديد من المسؤولين، أيضا مقتدى الصدر لا يترك فرصة إلا ويتدخل مثل ما هو حاله لكي يغرد تغريدة من تغريداته الشهيرة، وكانت تغريدة عن الغريبة العجيبة اللي قال فيها أن العراق وقع ضحية الصراع الأمريكي الإيراني، وهذه حقيقة لا أحد ينكرها. وقد تضرر، وقال بالنص هكذا قال، وقد تضرر، يقصد العراق، بصورة كبيرة يعني، ولا يعني لا يمكن السكوت عنها الآن، وكأنه العراق تحول إلى ساحة لصراعاتهم العسكرية والأمنية والسياسية والفيروسية مثل ما سماها، وذلك لضعف الحكومة وتشتت الشعب، هكذا بالنص قال. سأقرأ لكم يعني جزء منها وبعد ذلك يعني نتحدث. قال: أوجه ندائي، بالبداية قال وجه ندائي للجارة الجمهورية الإسلامية، ووضعها بين قوسين العزيزة، الجارة العزيزة، ماشي الجارة العزيزة، وإحنا لا يمكن أن ننسى إيران هذه الجارة العزيزة، وسنقف معها وقفة قوية إذا ما حفظت للعراق وللحكومة الهيبة والاستقلال. وهكذا تحدث، وتحدث أنه هذه نناشدها ناشد وتوسل إيران أن تفعل هذا، وهدد الأمريكان وهدد أنه سيفعل وما سيفعل. الحقيقة السؤال الذي يطرح نفسه هنا، يعني هل هو جديد التدخل الإيراني في العراق؟ يعني هل هو وليد هذه الساعة؟ هل التدخل الإيراني كان جديدا ما هو من 2003 قبل 2003 التدخل الإيراني في العراق، وخاصة إذا كنا نتحدث من 2003 لحد الآن 17 سنة، التي في ظل هذه الحكومات اللي جزء منها مقتدى الصدر، وظل هذه العملية السياسية وهذا الانفلات وهذه الميليشيات وهذا القتل وهذا التهجير وهذا الضيم، واللي أوصل العراق إلى قعر الهاوية، ما كانت إيران هي السبب؟ طيب عندما كانت إيران تتغازل مع الأمريكان طوال هذه السنوات بداية الاحتلال، كانت تتعاون معهم، كانوا يتخادمون فيما بينهم لأذية الشعب العراقي، والمشروع الأمريكي واضح، مشروع أمريكي لاحتلال العراق وتدمير العراق. إذا كانت إيران تتعاون مع هذا المشروع، فهي إذن تتفق بالأهداف مع الأمريكان في تدمير العراق، وهي تعاونت، وباعتراف الإيرانيين وباعتراف الأمريكان، وكل العراق، كل أهل العراق شهود على هذا الموضوع، ولا يمكن أحد أن ينكره. إيران تعاونت، وهذه كل الأحزاب التي جاءت وكل الميليشيات التي جاءت من إيران هي كانت بتربية إيرانية، والعملية السياسية إيران من دفعت أحزابها وقواها للمشاركة بها من أول عملية سياسية، وحتى الدستور في تصويت على الدستور وقبول به بهذا الشكل المخزي من 2005 كانت إيران تدفع به. إذن إيران كانت جزء من هذا المشروع، كانت تؤيد هذا المشروع، وكانت سندا وظهيرا لهذا المشروع، والميليشيات الإيرانية قاتلت تحت المظلة الأمريكية لسنوات طويلة، قاتلت في الأنبار وقاتلت في الموصل وقاتلت في صلاح الدين وفي مناطق كثيرة. هذا واقع الحال، يعني الذاكرة العراقية ليست ذاكرة يعني مثقوبة لكي تسقط منها المعلومات، كل أهل العراق يعرفون هذه الحقيقة. إذن عندما كانت إيران تتخادم مع أمريكا، مقتدى الصدر لا يتحدث، لكن عندما كان هناك بعض المشاكسات الآن، حتى بعض المشاكسات بين أمريكا ترامب وإيران، الآن يعني جار العزيزة عليها
يعني هذا التدخل ليأذينا الصراعات، ما هو صراعات من يومها، ما النفوذ يتقاسمون إيران وأمريكا من عام 2003 لحد 17 سنة مضت لحد الآن. الآن يلا يعني صحها مقتدى الصدر وعرف أن إيران لها يد في العراق، ما كل هذه الميليشيات وكل هذه القوى والحكومات لا تشكل إلا بموافقة إيران، وقاعاني وقبله سليماني يعني هو الحاكم الفعلي للعراق. هذا واقع الحال، من ينكر هذا؟ يعني أهل إيران يعترفون به، الحكومة الإيرانية تعترف به، ميليشيات إيران الحرس الثوري في إيران يعترفون به وتباهون به، وأمريكا تعرفه وتعترف به، وكل أطراف العملية السياسية تعترف به. هذا واقع الحال، فما هو الجديد الآن؟ الآن الجديد لأنه الحديث الآن تريدون إعادة هيبة الدولة، هيبة الدولة لا تعود بهذا الشكل. هيبة الدولة تصنع عندما تقدم الدولة الخدمات للمواطنين، عندما ترعى حقوق الناس، عندما لا تسرق، عندما لا تكون فاسدة، عندما تحاسب الفاسدين، عندما تحافظ على العراقيين، عندما لا تفرق، عندما لا تنتهج نهجا وسياسة طائفية. هذا عندما لا توافق على عملية سياسية طائفية، تقسيمات طائفية وعرقية ومحاصصات. هذه هي الحكومة التي الوطنية التي لديها مشروع وطني لا توافق على هذا الدستور الذي يقسم العراقيين إلى مكونات ونسب وأقلية وأكثرية. عندما تكون هناك مثل هذه الحكومة، الشعب سيحسب لهيبتها كثيرا وستكون لها هيبة لا تحتاج لا للشرطة ولا ميليشيات ولا لأحد. الشعب هو سيعطيها هذه الهيبة، هذه الشعب هو من يعطي الحكومة الهيبة، والحكومة هي من تعطي الإشعار للشعب بأن لها هيبة وتستحق الهيبة عندما تكون محترمة وتحافظ على العراقيين وتحافظ على نفسها. هذا واقع الحال، مو إيران. إيران لا تعطي للعراق، أنت تطالب إيران، إيران يعني يطالبها يعني ويتوسل لها، أن يناشدها، توسل بها أن يعني تتصرف أو تشارك في سياستها الأنصاف للعراق. وهيبة العراق والحكومة هي هيبة الحكومة، وهيبة العراق واستقلاله مرتبط بإيران، مرتبط بأهل العراق، من يحققهم أهل العراق وليست إيران. هذا واقع الحال. مقتدى الصدر يتحدث بطريقة غريبة عجيبة وكأنه أهل العراق لا يفهمون شيئا. طبعا تحدث عن أوصاف كثيرة في نهاية، بغض النظر عن الأوصاف اللي تحدث بها، يعني الكل يعرفون، أهل العراق يعرفون شيعة وسنة وكردا وعربا وكل المسيحيين وكل الذين في العراق يعرفون أن هذه الحكومات التي تدعي أنها شيعية ليس لها علاقة لا بالشيعة ولا بتعالم، ومن تدعي أنها تمضي وتسير على نهج الحسين رضي الله عنه كذبة كبيرة، هي تمشي على نهج الفساد والخراب والدمار واستغلال الناس وإهانة الناس وتفريق العراقيين. هذا واقع الحال. فإذا أوصاف كثيرة للعراق في هذا 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 الصدد اتركها جانبا، لكن أريد فقط أن أتوقف عند آخر سطر من تغريدته اللي يقول فيه، يقول أن العراق هو مصدر المقاومة الأول ضد الاحتلال، ولن يخضع ولن يركع إلا لله. تمام، من هم المقاومين؟ اللي يقول للعراقيين، هل هو وجماعته يعتقد أنه مقاومة؟ عندما يعني دخل في صراع في بداية الاحتلال على أساس ضد الأمريكان، وبعد ذلك باع سلاحه للأمريكان يعتبر نفسه مقاومة، ودخل العملية السياسية وقف ضد الجميع وساند كل الحكومات الفاسدة والمخربة، وكان جزءا منها، كان له وزراء وكان له نواب وكان له مدراء عامين وكان له مسؤولين في كل الأجهزة لا ينكر، وآخرها الحكومة الماضية حكومة عادل مهدي كان لديه فيها 6 وزراء، كان لديه 56 نائب في البرلمان، كان لديه مدراء عامين وضباط ومسؤولين في الأجهزة الأمنية عدد ولا، يعني هذه قضية عيب. الآن يتحدث عن المقاومين بالسجون، من لهم؟ ما مقاومة وسميتمهم إرهاب وقاتلتموهم وهم قاوموا باسم العراق والعراقيين ودافعوا عن العراق وشرفهم، ومن هم؟ ليكون الإنسان شجاعا ويقول من هم الذين قاوموا العراق. الآن قيس الخزعلي يسمي نفسه مقاومة، قاوم من؟ ما هذه جزء من الحقائق التي يجب أن تؤشر. واقع الحال ليس كما
يرويه مقتضى الصدر وغير مقتضى الصدر، ويحاولون اقناع العراقيين به، ويكتب في الاخير المواطن او المحب للعراق، المحب للعراق لا يقول هذا، يفعل من اجل العراقيين وبتجرد وبدون طائفية، لا يجمع البيت الشيعي ولا ما اعرف شنو، ويبررها بعد ذلك، لا ليس من اجل الطائفية ولكن من اجل ماذا؟ ما هو العنوان واضح، لا يحتاج الى تتكئون على الطائفية وتتكئون على الميليشيات، هذا عيب كبير مع الاسف الشديد. يعني اهل العراق لا يستحقون منكم هذا التعامل، وسياتي يوما سيحاسبونكم عليه. اشكركم اعزائي المشاهدين، وقت هذه الحلقة قد انتهى، التقيكم في حلقة اخرى ان شاء الله.